بما اني اتكلمت عن الدنمارك وعن النرويج وعن البلاد دي يسموها ايه؟ سقف العالم. اللي هو ايه؟ لما تشوف كده مفيش حاجه بتوجع عينك. تتمشى في البلاد دي انت مش عايز تروح. اللي هو ايه ده؟ انا عايش فيلم كرتون ولا في كتاب ملون ولا ايه الحكايه؟ بلاد منظمه جدا، نظيفه جدا، بس دايما السر العمل ثم العمل ثم العمل ثم العمل. فوق كل ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى وامره. بس احنا نعمل اللي علينا بقى. رئيسة وزراء الدنمارك وزوجها العزيز في الأقصر جايين يقضوا 3 أيام شتوية عندنا في جمهورية مصر العربية. الأستاذ أسامة أحمد عبد الغني مرشدنا السياحي الهمام يعني يرافقهم في هذه الرحلة. ازيك يا أستاذ أسامة؟ أهلا وسهلا بيك. زي الحال، كله تمام؟ تمام بخير والله، ربنا يعزك يا رب. حدثني عن الرحلة الشتوية بتاعة رئيسة وزراء الدنمارك. والله رحلتها كانت يعني المرة دي كانت لمدة 3 أيام، وأقامت في قرية البايرات غرب الأقصر في فندق اسمه قصر الجرف. وكان يعني مش الرحلة الأولى طبعا، كان في الأسابيع السابقة أو من شهرين ثلاثة كان عندنا هنا رئيس فرنسا الأسبق ساركوزي، ومن أسبوعين كانت بنت رونز ترامب. وهي كانت طبعا 3 أيام اللي قضيتها هنا، كانت يوم من يوم البر الغربي يوم البر الشرقي. وامبارح كانت اخر يوم ليها، فنهت زيارتها بزياره الشيخ النحاتين بالبر الغربي الحاج سيد المطعني. حلوه دي. مين اللي فكر لها في الموضوع ده؟ انت ولا هم جايين عندهم هدف كده تارجت؟ لا لا لا، هي الزيارة طبعا مش رسمية، يعني فسحة كانت زيهم زي أي سياحة طبعا. بس الحمد لله طبعا الزيارات دي تعتبر إن هي من الترويجية الأولى لمصر والأقصر خاصة طبعا، وحاول برضو الإعلاميين في الأقصر أو في مصر إن هم ترويج أو إن هم كانوا يعني توزيعوا عن الرحلة دي. فالحمد لله يعني هي طبعا كانت يعني بتبدأ إن هي الترويجية من الدرجة الأولى بطريقة غير مناسبة بالنسبة لمصر وخاصة الأقصر. الأقصر طبعا تشير خاصة في فصل الشتاء بزيارات كتير من الرؤساء والوزراء في فصل الشتاء. هم عرفوا منين شيخ النحاسين عندنا؟ لا طبعا ده مشهور، الحاج سيد المطعني يعتبر من يعني مش مشهور في مصر بس، ده من أشهر الناس في العالم، يعني مشهور جدا جدا، من أشهر الناس في العالم، يعني معروف عالميا. فهم عارفين وصيته واصل زي ما بيتقال. بالظبط كده، يعني هم كانوا من البرنامج بتاعهم نروح يزوروه. فامبارح الحمد لله كانت نهايه الزياره ان هو ان هم زيار يعني، والراجل طبعا يعني كان هم ضياف وشرب الشاي عنده في البيت في القريه، وادهم بعض الهدايا التذكاريه والتقطوا بعض الصور معاه ومع اهل القريه. خلوا تقريبا مده ساعه معاه يعني احنا. طيب مهم عندي بقى هنا ان انا عايز اخد اللقطه بتاعت ايه؟ هم كبشر الانسان الناس دي عامله ازاي؟ لا طبعاً جدا طبعا، الزياره ان هي مش رسميه، كان بيتعاملوا يعني بطبيعتهم خالص خالص، وكان بيتمشوا في القريه، وكانت اهل القريه الناس حواليهم، وكان يعني كلهم بياخدوا صور تذكاريه والناس بتسلم عليهم. لا كانت زياره عاديه جدا جدا، هم كانوا مبسوطين يعني. النوع ده بيبقى من الزيارات مهمه يا استاذ اسامه؟ طبعا طبعا، ان هي تبقى يعني دي ترويج يعني خاصه دوله الدنمارك. وهم طبعا الحاجات دي كلها طبعا هم كتبوا على الصفحات الخاصه، زي ساركوزي قبل كده برضو كان كتب، وكانت بنت رونالد ترامب من اسبوعين ثلاثه كانت هنا. فطبعا الحاجات دي طبعا مهمه جدا لينا. طبعا اشكرك جدا يا استاذ اسامه، ونشكرك على جهدك المبذول، ونشكرك جدا على المكالمه. اشكرك جدا استاذ اسامه احمد عبد الغني المرشد السياحي ومرافق رئيسه وزراء الدنمارك وزوجها في زيارتهم الشتويه الى الاقصر.